السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. لن تصدق ماذا فعلت هذه الزوجة مع زوجها أثناء صلاته، ولكن فضلا وليس أمرا، ادعمونا بإعجاب تشجيعا لنا ولنستمر إن شاء الله بنشر المزيد في عالم الجريمة. لا توجد جريمة كاملة، على المجرم أن يعلم أن مهما بلغ ذكاؤه وفطنته سوف يترك وراءه دليل يمكن من خلاله استدلال رجال الشرطة عليه. لقد حرم الله سبحانه وتعالى القتل بكافة أنواعه طالما الإنسان بريء، لذلك يجب علينا جميعا أن نتعامل فيما بيننا بسلام وحب. سعيد والزوج البالغ من العمر 25 عاما تزوج من سعاد من شهور مضت، لم تمر فترة طويلة على الزواج. لقد كانت سعاد ابنة عم سعيد قبل أن تكون زوجته، لقد أحبها من كل قلبه، تمنى أن يعيش معها بقية حياته. كان أمله الوحيد في الحياة هو أن يصبح أب من زوجته، بينما الزوج هو سعيد الذي يملك قلبا عطوف وحنون، يحب زوجته حد الجنون، يعمل طباخ في أحد المطاعم، بارع في عمله، لذلك يحبه الجميع من رؤساء عمله بسبب إخلاصه في العمل. يسعى في حياته أن يوفر إلى أسرته لقمة العيش الحلال من خلال عمله. بدأت القصة عندما قرر سعيد أن يفعل شيء من أجل تأمين حياة عائلته. لقد قرر أن يذهب إلى شركة تأمين تقوم بالتأمين على حياته لصالح زوجته. كانت قيمة وثيقة التأمين تبلغ مبلغ 1,000,000 جنيه مصري. لقد كان هذا المبلغ كبير جدا، ومن وجهة نظر سعيد أنه كفيل لحياة كريمة بعد وفاته. لم تكن تعلم الزوجة بما فعله سعيد وهو التأمين على حياته. عندما علمت زوجته بالأمر بدأت تفكر في طريقة من خلالها تأخذ مال الوثيقة. لم تجد طريقة سوى أن تتخلص من زوجها من أجل الحصول على قيمة وثيقة التأمين، لذلك بدأت تخطط في ميعاد تنفيذ الجريمة. في أحد الأيام بينما كان الزوج يصلي إلى الله، جاءت من خلفه دون أن يراها، غرزت السكين في ظهره ليسقط جثة هامدة. حاولت أن تتظاهر أنها جريمة قتل بغرض السرقة، لكن المباحث لم تقتنع بكلامها. بعد تضييق الخناق على الزوجة لمعرفة السبب، اعترفت أنها فعلت ذلك من أجل الحصول على مبلغ التأمين. صدم رجال الشرطة من غدر الزوجة التي قابلت حب زوجها بقتله دون رحمة من أجل الحصول على الأموال التي لم تعوضها.